بالنسبه لبناء النادي الاهلي، في سؤال مهم جدا على الانديه في مصر يا استاذ محمد. قبل تاسيس النادي الاهلي كانت الانديه في مصر ظهرت ازاي؟ بص، فكره دخول الانديه في مصر بدات مع دخول الانجليز مصر سنه 1982 1882 تمام. في الوقت ده الانجليز عملوا في ديسمبر من نفس السنه نادي الخديوي الرياضي للضباط، وده كان اللي هو دلوقتي نادي الجزيره. وكان معمول فيه نشاطين اساسيين، سباقات الخيول على النظام الانجليزي وسباقات كره البولو الخيول بالمضرب وكده. تمام. بعدها كان النادي رقم 2 كان نادي الاسكندريه الرياضي اللي هو سبورتنج دلوقتي سنه كان تقريبا 1890. وكانت نشاط، لكن اللي الشاهد في القصه دي ان مصر كانت الرياضه عموما فيها كانت في ثلاث اماكن بس، في القاهره واسكندريه وبورسعيد. بورسعيد عشان هيئه القناه والجاليات اللي كانت موجوده تقريبا تحديدا في المكان اللي اتعملت فيه بورفؤاد سنه 26. تمام. لانه في الوقت ده كانت في عمال الفحم اللي بتمون السفن بالفحم، والوقود الفحم كان زمان هو الوقود للسفن دي. فكان في نادي اشكاربيه اللي هو يعتبر بورفؤاد بعد كده سنه 1902، وكان في نادي دي اسمه سبيريا يوناني، دول وده انتهى خلاص. في اسكندريه كان في نادي يوناني قديم اسمه مش مذكور، لكن كان في بدايه نادي الموظفين اللي هو الاولمبي، ده كان موظفي الجمارك. موظفي الجمارك في اسكندريه اصلا معمول لموظفين الجمارك. وكان في القاهره نادي هوكي بولاء عملها الانجليزي، اللي اتحول بعد كده، اللي حولوا نفس الانجليز دول اللي هم كانوا عاملينه نادي هوكي بولاء حولوه باسم نادي السكه الحديد، لان هم كانوا عمال سكه حديد، وبرضه انه كان مسكينه اجانب في نفس الفتره دي كلها. فانت كان عندك هنا انديه اجانب او انديه هيئات زي السكه الحديد وجمارك اسكندريه. فانت حتى في اطار المشروع القومي لصناعه كيانات موازيه عملت اول نادي شعبي في مصر اللي هو النادي الاهلي. في النادي الاهلي عملوا الرجال الوطنيين دول للشعب، علشان في اطار زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت مصر للمصريين.